إذن ألف تحية إخواني، نتواجد في مدينة خنيفرة كما كنشوفوا، وهنا عملية تعقيم الأزقة والشوارع بالمدينة، فألف تحية لهذا الجنود، حتى هما ألف تحية إخواني، إنهم جنود يحاولون تطوع باش يسجل التاريخ، حتى أن كما كنشوفوا. إذن ألف تحية أخوتي ودعواتكم مع هاد الناس، عمال هادو ربما عمال الإنعاش الوطني تابعين لبلدية خنيفرة في عمل رائع. تحاولوا كما كتشوف حتى البيبان ديال المتاجر وكل ما يمكن أن يقيس اليد ديال أي مواطن، تحاولوا باش أن جاهدين. فتحية اليوم إخواني ودعواتكم لهذا الشريحة، دعواتكم لهاد الناس، تاهما مساكن يعرضون أنفسهم للخطر من أجل حياتي. إذن هذه الأجواء هنا بمدينة خنيفرة. لأننا كنشوفو تيدخلو حتى لهاد القصار، مثلا القصاريات، الأبواب ديال الدكاكين هنا في المتاجر، تيحاولوا إخواني جاهدين. فدعواتكم هادي الحقيقة، دعواتكم اللهم ارفع البلاء يا رب. هذه الحقيقة، اللهم ارفع البلاء يا رب، دعوات ديالكم، لأن لقد تجاوزنا 3000 أخي، وحنا كنشوفوا غير هذه 10 أيام ما كناش واصلين حتى ل 500 كاع إخواني. حنا كنشوفوا 3000 فقط، 3000 مصاب هنا حسب البلاغ ديال وزارة الصحة، بأن في المغرب أكثر من 3000 حالة. فمن العيب والعار أننا نشوفوا 3000 مواطن قد يمشيو ضحايا ديال اننا كنتجولوا بدون بلا الهم ديك بلا يصدياك. اذا اخواني تحيه لهاد الناس اللي كنتم لحظات هنا من مدينه خنيفره واحد العملية ديال التعقيم، وكنشوفوا هاد الشاب مسكين جاهد ان تيحاول يضرب الروايد ديال الطوموبيلات، يضرب البيبان، فرحم الله من عمل عملا فأتقنه. لا هادو خصنا نتحيوهم، هادو انا من هاد المنبر اناشدكم ان دعواتكم مع هاد الشريحه مساكن، هادو اللي خارجين يخدموا، فالواحد يقول تيدير خدمته او لا، الله يرضي عليك، هذا عامل الانعاش مسكين تابع للبلديه، راه كتعرف الاوضاع ديالو. ولكن حيت جات ان نداء الوطن، نداء الانسانيه، ها هم تطوعوا كجنود مساكن هكذايا من اجل الحمايه ديالك انت غدا، باش تلقى الشارع انه انا مش ما تقدرش تام، باش ما تام فيك طاش، ولكن رجاء رجاء الى ما عندك ما دير، بلا ما تخرج اخويا، بلا ما تخرج، هذه الحقيقه.